أستاذ محمد إسماعيل، أنت عامل حاجة حلوة قوي. أنا شايفك عارض مجموعة من أصناف شتلات دراجون فروت. تمام. فاكهة إحنا حبيناها لكن غالية. مظبوط. ممكن الثمرة توصل لـ 250 جنيه. مظبوط. طيب، وجود حضرتك بيساعدنا إن إحنا نوسع مساحات الزراعة، وبالتالي الثمار تكتر فالسعر يقل. نتوسع إزاي من وجهة نظرك؟ والله يعني إحنا بنشجع طبعًا المزارعين إن هم يزرعوا قدر المستطاع، لأن هي زراعتها مكلفة كشتلات وكعقل. بس لما الناس يعني تعرف الجدوى الاقتصادية بتاعتها والفايدة القيمة الغذائية بتاعتها والقيمة العلاجية بتاعتها، هيبقى ليها طلب كتير جدا في السوق. بنصح كل شاب أو كل صاحب منزل أو كل مزارع أنه يبتدي بالمساحة اللي يقدر عليها. احنا جبنا ناس زرع سطوح دراجون فروت. مظبوط يا فندم. هي زرعة مش صعبة في تربيتها، ولكن هي حساسة للكيماويات. تعتبر زراعة بايو لأنها ما بتحتاجش كيماويات في زراعتها. يعني التجهيز بتاعها في الأرض بيبقى عبارة عن الكومبوزيت، الري بتاعها قليل جدا، ما بتحتاجش مياه كتير، بتتحمل الأملاح وبتتحمل الظروف الجوية، ولذلك هي تعتبر زراعة سهلة لأي حد إن هو يشتغل فيها. بالنسبة لتوفير المنتج، طبعا كل ما الناس اهتمت بالزراعة دي وابتدوا يزرعوا مناطق سواء سطح بيت أو أرض صغيرة أرض كبيرة، المنتج هيزيد في السوق وبالتالي السعر هينخفض. طب الأصناف اللي عند حضرتك إيه اللي نجحت في مصر بشكل كبير؟ أفضل خمس أصناف اللي هي الفيتنامي الأبيض أو البطايا الأبيض، الرويال ريد، الإمبريال ريد، وفي البالورا اللي هي الصفرة، وفي إيزيس أصفر. دول أفضل أصناف يعني أو نجحت في مصر هنا.